الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا. وحين كسو جرى تفسير سورة الزمر أين كسو جرى وحين تشوغني آية السديداد من سورة الزمر أين تشوغني مركا لقبض اللباض أن كسو علينا. الله وحيري: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه. وإذا مس الإنسان مركو تابتو آدمي ضر لباتا أي تابتو وحلوشي ذا آدمي قال كأهبا اللوشي ذا دعا ربه وحبري يا ربي منيبا إليه وحبري يا حال أنقنا يحق إلهي حال أنقنا أي إلهي بري مركي كذنت يا ربي تقانا حق إلهي بمركا أعرر يا ويركني. ثم إذا خوله انت أدب ديد مركو السي إلهي ضميرك هذا وحون قنا يا إنسانك نعمة نعمة سيو منه حقي سكسيو إلهي وخوله أي كتعلق له. أما وجه لباد نعمة لقصفيو نعمة سو منه كائنة منه حق إلهي كأهاتي أي من الله نسيه وإلا ويا وكتغيا ما كان يدعو وكتغيا إلا ويا ما كان يدعو الضر الذي كان يدعو لباتذي وهامد مركابريا أي الله إلهي بريا إليه أي إلى كشفه إنه إلهي كف يدعو بريا أي إلا ويا من قبل هري بريا أي ولا إلى ذماغ وحلقت الماميا لباتذي أي لقت الماميا الضر الذي كان يدعو إلى كشفه هل كان وحل قدري مضاف بالقدري. أما اللي إلى ذو ما قو حلوقت شيء ذا الله نسيه وإلا ويا ما كان يدعو أي الذي كان يدعوه كو أهامر كامد بريا على هذا مركا اللي إلى ذو وحل نقنا إساء عائدك إنه مركا نقنا يدعو مفعول كذا إنه نقنا عائدك إنه نقنا يا ماذا معبودك وأهامد مركا بريا أي إلا ويا أو بريا يؤتدرع إليه حقي سمركا أو بريا وتدرع يسد اللين أو دواني يدعو بي وحن غني سيتضرع ويتقرب إلا التضمين العبسي من قبل هريو بريا وجعل لله أمدادا ليضل عن سبيله وجعل وحوي لي لله إلهي وحوي لي أمدادا أي كائنة لله مد إلهي أصغا وحكي لي بمعنى اعتقادنا يا كشيغي أمدادا أي أمثالا أشباها قالوا إلهي لما الصين أيوك الشبهة أيو أم الله السماء ليضل عن سبيله وحوية ليا ليضل سعر بدنبيت كيسا الدنباء يقدم بيسائن ومركا اللوميو أي الناس دادك وكلمي عن سبيله ودد إلهي وكلميو ليضل مركا ليلا ذو السوء يسوء اللومو سعاقبة يسوء قدم بيسائن ويسوء اللومو مركا يأذى لكرهو ليضل قراءة اللبادنا وحين نقول إسا السوء دادك اللوميو سعر بتي يسوء قدم بيسائن ودادك اللوميو مركا اللامك واللام العاقبة والصيرورة لدو للموت وابنو للخراب لدو وحدلا للموت جيري وحدلا ما وحا اللوردالا يا إنا دنتان نسين إنو لاذان بالوردالا يعني وحا اللوت شي دا يعني وحدلا مركا دشان كل عاقبة دي عربت الدنبي وحي كود دنبين دون تا إنا دنتان ودي مواريان وابنو للخراب وحدسا سي عربت الدنبي أيو نغوتو أي كود دنبيان يعني إني بابا قل وحتر هذا تمتع بكفرك قليلا تمتع راحي سده بكفرك قال لماذا ذكر راحي سو أما حالات قال لماذا ذكر سوغنطا راحي سو قليلا أي زمنا قليلا واختير راحي سو وإنت مركا كهردي عمرك آقا كهردي إنك من أصحاب النار أدقو حد كميتهايك هو النار تأو صاحبك بمعنى نار تلازمة يكسو نانية آيات كميتهايك أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه أمن هو لبقر أكسغا ممك إلا الشدو يئنا للشدين أمن يأمن هذه اللي يلاذو أمن وقراءة مصحف كي وحين نقول إيسا أم يمن بيهيد أم تاسنا وحين نقول إيسا منقطعة متصلة ما أم تا منقطعة نسي نهر أصوى الشيقني وحين لما عنا نقول إيسا بل هي همزة الاستفهام وذا الصعدة أمن هو بل أمن هو كسو قرتاسي
ممد إساقو أهاذي قانتون آناء الليل ساجدا وقائما ساسم عنه دعي أمن مركا الليل هذا وحي نغانا إسا أمسة الاستفهام بالقليي منتي لقليي وحي نغانا إسا أمن هو ممد إساقو أهاذي قانتون مد مركا وحوي الطاعة اللازمية قانتون أي مطيع إذا لها يطيع يا أهاذي آناء الليل ساعدها بينك إله يطيعي وحو مركا إله يطيعي ساجدا حال سجوده وقائما يحال التاقنية أمن هو بل كسو قرتاسي بل أمن هو كسو قرتاسي ممد إساقو أهاذي قانت أي مطيع مد أديعي أما أطاعة تشوكتيني آناء الليل إله يطيعي طاعة تشوكته آناء الليل ساعدها بينك آناء وساعاتك وصعده هبينك ساعده سي إلهي أطيعي وحي إلهي أطيعي ساجدا حال سجوده ضميرك كوقر صنقانت هو ومنك أنقني بلغ حالين يا ساجدا وقائما وحي إلهي أطيعي وطاعد شوكتين يا ساعدها هبينك ساجدا حال سجوده وقائما يحال تاغن يهي يحذر الآخرة حال آخرك الدكتوني هو كبقي أي يحذر عذاب الآخرة عذابك آخرة كبقي من باب حذف المضاف ويرجو يحال الرجين أيه رحمة ربه نحريس ربك الرجين أيه والله قد يقول أفر حال أو إسفنق شان لقد يقول أحوال مترادفة وحكى رب النان يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه لبضا إلا قد يقول إنه يقول قليا ساجدا يعني مركا حالتان ومركا وحوي يقول قليا حال الكهرة وحجرت أحوال مترادفة يا أحوال متداخلة مركا وحو السجود يا وتاغن يهي يحذر الآخرة السجود يا يحذر الآخرة حال آخرة كبقايا عذابك آخرة ويرجو رحمة ربي مد سيداس أهي ميو لم يديهي كمن ليس كذلك سيدي ميدان عين كاسو كلا أهي ميو لم يديه أما كمن هو عاص ميو لم يديهي مد عاصي ميو لم يديه ما يلا ما مده قل وحت لذا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون هل يستوي مي سميهن الذين كوي يعلمون قرناي والذين يكوي لا يعلمون أن قرنين علمي قرهين لبدا سمي سميهن معنو حود عيا ما يمسنا مركا سيدان لبدا سي أسنين كوى علماء يكوى مركا وحمقارة تذي سيدان أسنين أيا كمطيع إلهي أطيع أيا إعذابك إلهي كبغن أيا نحريسي سنرحشين أيا أيا كعاصقة عبادتي طاعتي كتغي أين أسنين إنما يتذكر أولو الألباب إنما يتذكر وحوان توبي وقرى أولو الألباب هو عقلي هذا ونكسن الصاحب كابا وان توبي إلهي وحين الشيغي عد مركا طاعة إيا خيرك إي وناق لأمنا يساء إلهي عابد يساء عذابك إلهي كبقنا يساء إن حريست إلهي الرجين يساء يعد إلهي عاصي يساء إن السنين والله بدا سوى كلا تقيه ومطيع فاسق بيك ليه مركا مذ مطيع إلهي أطيع يمذ فاسق إلهي طاعدي سكبحي الله بدا سمسنا أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون يعني مذ فاسق يمذ مؤمن مسنا وكلا تقيه وحمضا كإلهي أطيع عذابك إلهي كبقنا إن حريص إلهي رجين أي مضا وحلق قادنا يا مركا الله العابد إن لقو عابده عبسي عذابك إلهي اللقاء بقنا يؤيدو اللقو السوغن يهي يرجع إلهي النحريسي سل الرجعين يؤيدو اللقو السوغن يهي بين الخوف والرجاء وين اللقو عابدا وين عبسي كليو عذابك إلهي اللقاء بقنا يوين اللقو عابدين الرجاء اللقاء تقين رجاء كليو النحريسي إلهي للرجعين ينوين إلهي اللقو عابدين وان خوفك إيا عبسي اللقاء تقين أفامنوا مكر الله فلا يأمنوا مكر الله إلا القوم الخاسرون لبضتي اللقاء تقبا هدي الرجاء تهي هدي خوفك تهي لابد من دول بوح نغنيس الدنب وين أو كبائرة أي نغنيس أفامن مكر الله ليكامن نغذي نقرت إلهي فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون كما آمن نغني نقرت إلهي دورك خساري مويان عدك لكما آمن نغنيس عدك آمن نغنيس وحن نغنيس مرك عدي خسارتي بي نغنيس إعذابك إلهي مروى البوح إلا قبقى نحريست إلهينا وإلا الرجية نحريست إلهينا وإن للرجية إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون كما قوستان حريست إلهي دولك قال ذا مويان عدك لك قوسته ومن يقنط من رحمة ربه
مركا نحريسة إلهي عدة كقوصتا وعيد مركا نوع كفري كسوغان يعني كفري وحلوغة شيدا كفري سمر وحنغون كرا كفري أكبر وحو قارسين كرا نحريسة إلهي إلا كقوصتا قال لي مدي وينيد بقفك قارسين كرا وحونا نغون كرا مركا وحوية كفر دون كفر ودن بكبائر نغنية. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون كما قوصتا نحريسة إلهي دولك هبابي أنبضي حقك أنبضي مويان عدك لا نحريست إلهي كما قوصته مركا ذنوبتك كبائرك وحكمدة إن وحوية مركا لقاتكو أما خوفك إلهي عذابك سلقا بغني إن لقاتكو أما الرجادة إلهي نحريسي سلرجين إيو إن لقاتكا لبضا مدولب ودن بكبائرة واجبنا وحا لبضا وإن لكلميه أهل العلم أن وحايا لبضا قلبك وإن لقسما ومركو قفكو عافماتك قبو رجادة إيو مركا وحوية ان ريس الهي انو رجيو عذابك الهي انو كبقو وانو لبدا مركا وحو اي سنادان وايس لي اكادان لكن وقتي او حنوصنيو اما سكرادو يو انو رجدا غالب يلا سو مركا وحو يودينتو مركو ديمانيو اسقو ملو وناكسن الهي كملايسنيا وايو النبي وحو عليه الصلاه والسلام حديث كمسلم صحيح كسووريي لا يموتن احدكم الا ويحسن الظن بربه متكيانو ديمانن إساقو ملوان أكسان إلهي كمالي سنة يموياني حالو ملوان أكسان إلهي كمالي سنة يموياني حال كاليانو ديمان يعني مركو ديمان أيو وينو ملوان أكسان إلهي كمالي سنة مركا نحريست إلهي نوين لرنشي عذابك إلهي نوين لقبقا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا وحل رنشينا يا لقود درينا يا نحريست إلهي وحانا لقبقا يا عذابك إلهي بلقبقا أرجو ثوابه وأحذر عقابه حتى تكون كمن له قلباني يعني إلهي نحريسي سرجي عذابك سنكبغ قد نغن يسسيدي مثل بقى قلبنا وقلبنا كبقية قلبنا كرجيني قلبنا كرجيني وحكرا إلهي نوشاقي إن السنين كو علمك لا يكو أن علمك لهيني يكو علمك الشريعة لبا مركا مضان هذه الشريعة يكو قميهين وكو عمل فليان يقى أي مركا مضان وفضل بضان أدي لك لنا وكو سارورتي والنبي قوحل عليه الصلاة والسلام فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم كعلم قلي فضلي أكلي هي كعابدك عبادي سنية وسيدان أن يقول غمضان هاي بأن نبي صلى الله عليه وسلم أو غفضي لنا هاي كإذن كهو سيية درجة أهان سيدان أن يقول غمضان هاي بأن نبي عليه الصلاة والسلام ساسوك لا كعلم قلي هنا غمضان هاي كعابدك عبادي سنية وحكر النبي عليه الصلاة والسلام فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب كعالمك فضل وكليه كم دنيا هي كعابدك وحيكرم طهي سدا طيح وغم دنيا هي حدقها مركا وغم دنيا هي أيا مركا عالمك عابدك وغم دنيا مركا عالمك فضل بضم ويا علمك النفع كيسو يا واحترك يسو وقدب يا وطلاب يا وعبادة متعدية لكن عبادة النفع كيسو وقاصر الروح يكوك وبنطه روح عالمك هي ذاتك أي عملك أصحية أو عبادتي أصحية أو معاملاتك أصحية أو فتاويه سبع لغو عمل فرية أو حبوء الشيقية أو حي عبادتي مركا كقل دين بو أتو سينية مركا ساس آودد خير كبو ذاتك أتو سينية من دل على خير فله مثل أجر فاعلي كي خير عتو سيا وحيالنا يا كالسمية أجر كيسا أجر لمدة أيو يالنا يا مسلك اليو الشيقي أي وحلق يا بينك عمل فلان مليان قف مليان كاقف اكو عمل فري اتشر كمد والب مساله ذا لوغه قري اسغنا ان لا اقبل لو قريا ولا واحد كورنتا علماء مركا waxaa ku toodi lagu intifaaciyo ama fataawahoodi lagu intifaaciyo ama durustoodi lagu intifaaciyo ee ay marka waxa weeye akhrisanayaan ama ay maqlayaan ama ay ku intifaaciyaan يعني ملايين قف ay ku intifaaciyaan waxa laga yaba qaar kood bimar dhuhur quruunta kala duwan qarni walba marka cida kaga amal fashay la eego إن بقلال مليان أي كعمل فلان مسألة ذا الشيخ هذا الشيخي إما كأبو هريرة وحسوري أحاديث فربضان ونبي كسوري عليه الصلاة والسلام أحاديث السوري انتبه أحاديث أبو هريرة السوري كو انتفاع ذي أمغا شيء من زمن الصحابة اللي قصوا بلابه إلى مركة وحوي مؤمنين تقضن بيساء مركة أمدن كمدا الضبايش قيامة قصوها الرئيسة سببت هذا نفط لقا قبانا يلقا قارا خلق يكو عمل فلي أحاديث تأسور يكو انتفاعي انتين لأجيهين أجر كسيء وحرون يا انتو اللي كان مركا علمي قال نفعي سوى وين يهي فضل يسنى آدي آدو وين يهي ساساودد من النبي قول عليه الصلاة والسلام العلماء ورثة الأنبياء
وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. نبي قوحل عليه الصلاة والسلام علماء واكوي النبي ذا دحل ييوي أحاديث تاين الشيطان لما انتظوا الصابتة سيدا أهل العلم وعدين علماء واكوي النبي ذا دحل نبي ذا ندتك مرد حلسين دينار يدرهم تونا ندتك وحيد حلسين علمي بيد حلسين روح علمي قاتا وحو قاتا ديف أهدو وين بقات. العلامة ابن القيم حديث كامركو شرح ييوحي عدة عدة حشا وحي النقطة عدة منزل أهان وقدو أي النقطة أقرب كوا هل كاو حلقة قاضنية درجة النبي ذا عدة وقدو إنا يتاهي علماء وأيو عدة عدة حشا وعدة وقدو وان شهب بضن مركا علماء عدة وقدو هدين أهين دي ما يدح لين النبي ذا وحو كلا قدرة علماء سيدا يدح لين علمي النبي ذا أي يدح لين حقوق دي النبي ذا أي لهايين وحكم ذا يدح لين وصيدا وحوية شعيلك النبي ذو أها إيمان يقرب إلهي اللو قد واني علوغ النبي ذا للعلوب أمال لنعانا أي أهي الدين لآن أي أهي أي علماء شعيلك للشعلا ذا أيو تهي الدين يقرب إلهي اللو قد واني أيضا نعيبك علماء للنعباد أمال للعلوبان أي تهي دين لآن أي تهي محبة العالمين وقربة يتقرب بها إلى الله علماء شعيلك للشعلان أي وقرب حق إلهي اللو قد واني وي دي اللي أجل إله الله تعلاده علماء الله تعلانا يسيد الله أمانين وحلوه تشيد علماء قمان إيان كتب حورك أهين إيان شريعة بدرين إيان شريعة تحريفين يعني كو أسألوه تشيد علماء السوق اللوغة ما تشيد علماء السوق علماء حمادة يخرب مي الشريعة التحريفين يبدلية إيان شرعي قوي أبي يلي كواسي فضيلة وحوك مالها فضيلة وحي كهلا يان ما تشيرتو بل علمي يقال ننحجو كن غنية كواسي فضيلة ذا وحكو يالا ما يان علمك أي قانان حجو كن غنيا والقرآن حجة لك أو عليك أطول ناظم كيري وعالم بعلمه لم يعملا معذب قبل عباد الوثن ابن الرسلان وحرانيا عالما علمك سكو عمل فلين وحل عذاب يا انت كو السنة ماذا عابد يا أن لعذاب كهر أي العذاب يا إساقا وحل قيابا وقتيا دقار كود وحيالك قال لما إنه مركا وحوي مركا عالم كدتك أهر سيضو عالم كي خرب مي يا حماضي شريعة دينا وبدلو تحريفيه أو إلى سان لوجمة كذي سان لوجة كذا وحياله باطل لذا أها إنه مركا دونه شرعي إنه كذي قوم وحرانت دتك وحلالية أما حلاش دتك كحرانت نميو يعني الطاغوت إنه قدر يعكر مركا وحوي توح إنه قدر إمام في الكفر قال لي ما ديوه قام يكويه لكن عالم كان علم جيس كعمل فلين هديتها يوح وعمل فلي واي أشياء ذا مركا وحي بعض المعاصي إنه ليمي وأنه قال لي ما لا إيمان يعني ما نقوله يمين مركا كدرن عباد الوطن هذا يدعو مركا وحوي إن مركا فرل له عذاب فرضا وتقديرا وحي نقوله يس تعذيب كيس مركا للتطهير إن وحوي لا طاهرين يلا قلنا ضيفين أيه يعني قلهم كده بيذا لأن الشنة ذا الجريني الشنة ذا خدم بيني علمي ذي هاي مركا أهل الكبائر كالنار تمركا قيلة يا أمام طيصان يا أيو لمديه وأنا تحت المشيئة ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء هدان كفرين لكن هدو قالوا به أحنا قلنا إمام في الكفر ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتية ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صلية الظاهر وإن أتشيده ناظمك يعني كي وحوي مركا علمي كعمل فلواي لا في التوحيد لا في العمل ايه وحوية كفريات كي قال لماذا كن عاي كاسي وحوية قال هذا نارته الرنجلي سأيو كم دوني بطي بعض السلف رنشرين احذروا العالم الفاجر والعابد الجاهل فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون كدكتونا ذا عالم كفاجر كفاسقا يعابد كجاهل كا ويا الله بضع بفتنة دودو عدك ستو فتنة ودي وحيوتهاي سبب يوتهاي وعلمي قيس الدرادية أما عبادة ذي سدرادية بادات فربضاني إسكا قلدان أيانو إسكا دبقل أيانو إسكا راعيان وحانا لقايا با ضلال كي بادي ذي إن أهر سيدو أيا دعكرتا الله وحيلي أمن هو قانت القنوط وحيلا ذهي معاني بضن وقنوط وحال الله استعمالا مرطاع ذا الله استعمالا مردوا مطاع الله استعمالا مرخشوع ذا الله استعمالا مرعبادة ذا الله استعمالا يعني وحيلا ذهي معنى يلف ربضان وإرقى قنوط أي أصى أرد تون معنى إن كبضان بيشيغان علماء وإرقى قنوط الله استعماله وتحافظ العراقي والنظمي
ككل ميي أو حويلي واللفظ القنوطي عدد معانيه تجدي مزيدا على 10 معاني مرضية: دعاء خشوع والعبادة طاعة، إقامتها إقراره بالعبودية، سكوت صلاة والقيام وطوله، كذاك دوام الطاعة الرابح القنية. أنا وحت الماميا أرى قنوط معاني ذي ستري وحد كو أغانا إيسا طبعا معنى إن كبا ذنبا ذهلا إيسا وأرى قنوط أصغناطي معنى يا شاو حكم إذا قنوط إن لوتشي ذي الدعاء قنوط الفجر أما قنوط الوتري وإنك قرأينا وحكم إذا خشوع أرى قنوط والله استعمال خشوع ذا وحكى الله استعمال قنوط عبادة وإن قنوط كعبادة اللوتشي ذي قنوط وحكى الله استعمال طاعة ومعنى أفراد وحكى له قنوط استعمال إقامتها إقامة الطاعة طاعين لأوغه وحكم إذا معاني الله استعماله ومعنى الشناد وحكم إذا معاني ياش الله استعمال إقراره بالعبودية إنه عبودية قريه إقرار كأيامر كقنوط ومعنى اللحاد معناته الضباط قنوطك وحى الله استعماله سكوتك آمسك وقوموا لله قانتين أي ساكتين إذن كو آمسنتو كذا وإله عبادة وكعة ومعناته الضباط معنى السديداد قنوط وحكى الله استعماله قيام استاق مركا وحا اللي استاقه أي الله استعماله طول القنوط أي طول القيام مركا قيام بالله تشيله طول هنا والله استعماله قيامك ومعنى السديداد طول هنا والله استعماله أي طول القيام قيامك مركا وحا دير يلا طول الراعين إن هذا طول طول القيام لو تشيله قنوط إنت اللي يلي هذا مركا استاق دير إن لو تشيله ومعنى السقالات كذاك دوام الطاعة الرابح القنية داعتش وكتاءه طاعتش وكتاءه مطاع اللائمه أياكم إذا مركا طبعا معنى أي مركا الشاقي أو مركا النظمي طبعا كان معنى بقى إن أرق قنوط الله استعمال وحما الشورة هذا الأوران إياه كل قنوط في القرآن فهو طاعة أما دوام الطاعة قنوط كستو قرآن كوسو أما هو طاعة أما هو دوام الطاعة لكن إطلاق السماء وأيو وقوموا لله قانتين وحي الصحابة دي كفصيرين إن لو قد شده الساكتين والسكوت كمركة وحلقات المامي وحديث كفحو الشيقي إن مركة هرى الصلاة دا إن لو قد الله إني بنانايد وروح مركة صلاة دا تكان يلا ورئيستو لها الصلاة دي إمسالة تكذي إمسا هرى ساسو كالي لو يدي إلا إسودك تي وقوموا لله قانتين مركة إسودك تي وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام أمس كان لأمري هذا الكنا وانا لقر يا باي مركا معنوه حنقنا يقوم لله قانتين بمعنى ساكتين موضع عن هذا واحد شيء ذا إن أمر الغفة صر خاشع أمر الغفة صر مطيع أمن هو قانت كسجور ممد السجو أهذي قانت أي خاشع مد خشوع يا أهذي أما قانت أي مطيع مد أطيع يا أهذي أنا الليل ساعدها بينك جدوه ذا مركا خشوع يا أما ساعدها بينك جدوه ذا أطيع إلهي وحو خشوعي أما وحو أطيعي إلهي ساجدا حال يهي مت سجودا يأويهي وقائما يحال يهي متاقا ويهي وحو أطيعي أما وحو خشوعي يحذر الآخرة حال وآخرة كبقي عذاب الآخرة آخر عذاب كذا وكبقي ويرجو رحمة ربه يحال أرشينا يه نحريست ربه أرشينا يرجو رحمة ربه شملذا فعل كمضارعه هذي حال عضي مصبتنا أي تهي واو الحال سو كان لقرين شرين محا واو قلو قري شوابت واحد تهي واو قاني واو الحال ما هو واو العطف واو العطف إن لقلي أنا ممنوع ما وهي شملذا وشملذا كو عطفيا مركا واو العطف وياني واو الحال ما قل واحد لذا هل يستوي مياي سميهين مصرنا ومعنه دعيا الذين كو يعلمون قرناي والذين كو لا يعلمون أنقرني وحذف اقتصار بالليل هذا لما الشيقين وحي قرن يان يعني كو علمي قاله علم الشريعة كو سفيسا يكو علمي قاله كمراني مياي سميين مصينا اللوتشي ذا وحفضل بضان كو علمي قاله والشريعة ذا واقون تاني إنما يتذكر وحوان توبة يقرأ أولو الألباب كو عقلي ذا وناكسن السليم كا وصاحب كا الإمام الشافعي وحلق الشيقين ويري هدو روح در دارمو أو يلادو حولها إذا مركز صدح ميلاد الله قيبيو ميل أهان وحاسيسان لعقل الناس داتك كوغو عقل إذا بضن صرف إلى الزهاد وحل اللي حين يالسين يكو الزاهدين تي أدوية ذاك الزاهدة آخر قابلين وإيقا أي أغو عقل بضن والألباب كوا يقا
ساساودد وحلصينيا كوا زهد أبا لصينيا. قل وحتنا ذا يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم. يا عبادي أدوى مضي ديو أصل كوا حيهد يا عبادي لكن يا ديوه لقوي. وما دام مركا وحو يا دي أي ريبانيد لبا ساكناء كلمين لبا حرفوا ريباناء كلمين ونطقي أي كرد عضويا ومركا آن لأخرينين بقرال كان اللوغر ردي سيدا نطقي اللوغر ردي. يا عبادي أدوى مضي ديو ما منادة مضافة الذين كواسو آمنوا رميييو الذين وحي صفكته عباد كي صفكته اتقوا ربكم كبق ربيين ويسكا إلاليا عصيانك ربي عاصي إيسان يا خلافك أمر كيسا خلاف إيسان اسكا تشرا للذين أحسنوا كوي سمفلي وحاوصق ناضي في هذه تنقذ هذا كو سمفلي الدنيا الدنيا ذا حسنة هناك يعني حسنة آخرة أصق ناضي وشن ناضي الرالي أهانشو أي آخرة لكل ميان. وأرض الله واسعة وأرض الله إله إلو الكيسو واسعة وامد بلارن ومال هدي عبادة كوغو السورة قلي ويدو أما لغوغو قشقشا أيو أما لغو ديدا يا الله كليقين أذ عابدو أما واجباتك الشريعة ده وحكم إذا لغام منعين أيو لغو ديدا أيو يعني كهاجر ومش عبادة كوغو السورة قلي سئو هاجر. وحكر الله فصري وأرض الله أرلد إلهي وشنذ أهي واسعة وبلارنت شنذنا إن مركز أرض إن لغو إطلاقا وادع ذا. والصورة آخر كذا نوتك دوننا وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء مركز الأرض وحلوك ذا أرض الجنة لكن موضع وحأرجحه تفسير كهوري وإن لغو تشيدو أرلد المركز وحق الدنيا ذا مركز إن لغت الماما إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. إنما يوفى وحلوه فينا يا قرى الصابرون كوى الصبر أيه أجرهم أجر كود لو وفين يا لورد ما يستري بغير حساب حال أجر كود ويهي ملتبسا بغير حساب حساب الآن متكود يهن ويهي وحساب وكمرين يعني حساب خلقه وحسابه وكمرين. قل وحتى إني أني أمرت وحلي أمري والله فري أن أعبد الله إن أعبد الله أي الله أمره الله فري مخلصا أن أعبد إلهي مخلصا حالا أسافي إليه له إلهي الدين عبادة أن أصافي لي. وأمرت وحلي أمري لأن أكون يعني إخلاصك وحلي أمري لأن أكون إن النقد الدراد ديد بإخلاصك لي أمري أول المسلمين. مسلمين تكيو إسلام نمه الرئي بمعنى مسلمين تأمضا كيو إسلام نمه الرئي سأن النقد أي إخلاصك لي أمري والله قد يقول الله كالتعليم وكي لباد وإلا هو أمرت وحلي أمري لأن أكون أي أن أكون إن نقض أيال لي أمري أولام كي هو مزيد للتوكيد. أول المسلمين مسلمين تكيو إسلام نمه الرئي بمعنى مسلمين تأمضا كيو إسلام نمه الرئي إن النقض أيال لي فري ولي أمري. قل وحت لذا إني أنيق أخاف إني أنيق أخاف وبغي إن عصيت ربي هدان عاصي ربك يوحان كبقي عذاب يوم عذاب وأخاف مفعول كي عذاب يوم مالين عذاب كيد بان كبقي ما لنت أسوى عظيم وين بضن. قل الله أعبد قل وحات لذا الله إله وقران أعبد عابديا تقديمك الله اللهر مريي وحلق قاضنا إياه حصر بحلق قاضنا إياه تقديم محقه التأخير يفيد الحصر. قل وحات لذا الله أعبد الله وقران أعبد عابديا مخلصا وحن عابديا حالا سافي لي وبرحتر له إلهي أنو سافي لي أو برحترى يديني عبادة ديدا فاعبدوا عابد ما شئتم من دونه وحد دونتان عابدا كاد دونتاننا عابدان حالو كاسي من دونه أي كائنا من دونه إلهي غيرك حالو أهاضي ما قال لك حالينيا. قل وحد هذا إن الخاسرين كوا خسارو بي أما إن الخاسرين كوا خساريي نفهو دي أهل كوديبا الذين كوي وي خسروا خساريي أنفسهم خسروا خساريي أنفسهم نفهو دي خساريي والنار أصابي وأهليهم يأهل كودي خساريي يوم القيامة وأهليهم يأهل كودي خساريي يوم القيامة ما لنت قيام خساريي ألا ذلك هو الخسران المبين. ألا ذو التنبيه وحر تنبيه هوياي أما براروغا كاسي هو الخسران وخساره المبين بمعنى البين عدا
لهم من فوقهم ظلل، لهم يقو أصونا ذي من فوقهم، من فوقهم حال ظلل كالصوص صعدا من فوقهم يقى كركو ذا حال أهادي ظلل ظلال لما أصوناتي أما دبقيا أصونا ذي من النار النار، ومن تحتهم ظلل أي ولهم وحا أصونا ذي من تحتهم حال ظلل كالصوص صعدا من تحتهم حقو ذا هو سحال أهادي كائنة من تحتهم ظلل دلال لما أصغناتي بمعنى طبقية النارات با أصغناتي حق السرعي حق هوسمد والبا. ذلك يخوف الله به عباده، ذلك كان لصوشيغ يخوف الله إلهي وعبسق لنا إياه به سببتي سوحك عبسق لنا يا عباده أدومديس أدومديس أيوك عبسق لنا إياه مركب به ذو حين غنيسا. ذلك أرنك الله إشارة يا لتلمام يا وحين غنيسا عذابك خسارها هي عذاب كاس ما عذاب كاس نغنس عذاب كاس بو إلهي كو عبسي قلنا يا أدومديس يا عبادي فاتقون يا عبادي أدومديس أي ويقول وحورنا يا إلهي يا عبادي أدومديس فاتقون يا عبادي أدومديس فاتقون أنا قايقا بقى ساسو الله لي الله وحو النبي كوير عليه الصلاة والسلام وحد كتر هذا أدومديس مؤمنين تاه فرينتا غارسيو سدان كوده يا عبادي الذين امنوا اتقوا ربكم يعني ربي انك بقى وتقوى ربي لك عليا تقوى نوا محي وان اوامرت الهي لفليو وحي الهي ريبنا لا تقوى انا ما قار وحي كعبران ميل الهي كادونا وان انو كا واين ميل كوديدين وان انو كو اركين ميل كوديدين وان انو كو اركين marka macnaha way su tagis marka awamirta ilahay in la khilaafo ama wuxu reebo in lagu dhaco aya la ino digaya aya la ino gadigaya wuxu kale ilaahay ino shigaya kuwa adduunyadan gudaheeda ku amal falay waxa usugnaatay wanaag ba usugnaaday waxa loo jeedaa in jannada lagu abaal marinayo oo jannooyi la gelinayo oo raali ahaansho iyo jannada ay helayaan iyo sawaab wanaagsan aya looga jeedaa lilladheena ahsanu fi hadhihi dunya hasana kuwa adduunyadan gudaheeda ku samafalay waxa uu sunaatay wanaag ba usunaaday samafalka adduunyada gudaha lagu samafalay waxa soo galaya tawxiidki ikhlaaski in la yimaado iyo in amal wanaagsan la yimaado asl ihsaan wa tawxiid wal ikhlaas wi ihsaanka waxa uu asla in waxa weeye tawxiid iyo ikhlaas la yimaado ihsaanka marka hore wuxuu qaybsamay ihsaan fi ibadati illahi iyo ihsaan fi muamalati alkhalqi labadana waxa si weyn ibadada ilaahay in lagu ihsaan sameeyo ibadada ilaahay in lagu samafalana waxa ugu soo horeeya at-tawxiid wal ikhlaas إن الله كليجي مركا وحوي لعابده عبادتنا الله صافية له وحكو السوحيقة إن وحي الله لقو عابده يا إيتاي وح النبي صلى الله عليه وسلم لقرأ كل ما يؤس النذي سمركا كقطمة وإنو مركا ويهي إهدو سنذي النبي صلى الله عليه وسلم خلاف سن يهي إحسان من غنوية إحسان من غنوية إحسان من غنوية كمال كي سنوح غنوية أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك حسنات النوى حلوت شيدا حسن أردن هديتاي شناتك هديتاي الرالي هانشيه هديتاي النظر إلى وجه الله يعني وحوي حسنك الصو آخر إلى كل ما يوسو جريس بعض يجيب أشرة حسنات وحلوت شيدا الدنيا ذا الحسنات القصينة يعني ساو فسري بأشرة لكن وتشجع ولقفي عن يهي وتشجع هراء صحيحة ويا الدنيا ذا عافي ما دي يومرك وحوي نعمة الدنيا لجارو ده قال هذا قاركود بوالا كل من يضو أيها مركع عقاب كتها واستدراج أي كتها سنستدرجهم من حيث لا يعلمون كوحا مؤمنين تأي لقار كيهن ومحي وحوين أي لقار كيهن وحوي وصواب كآخرة وي وأرض الله واسعة وحلوغت شيدا أرلض إلهي وبلارنتهي ميل هدي عبادة دي كوكو سرقلي ويدي أما الوودي دي أما مركع القوك كان ترولي أما الوقود دي يعني ميل كلا وهجرود وحين نغنيس أمر بالهجرة إن هجر الله أمره يين نغنيس إن هجر الله أمره يه لهجروده أي معنوه دعية هذا به هجرة دي وحقصه نوع لباتا ودولك يروح وكل الشيء كبر باري إن لا يلهذا كتل أضيق بكترة مركا وحيو بهانتي صبر مركا سويل هاي الصبر كأمانة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب حلو وفين يا لورد ما يصير يا كوا صبر يا أشر كودة حساب الآن
إلهي وحن وحساب صني وتر صني ما تشوف. لكن وحلو شيء ذا يعني عند الخلق وحسابه أكتوذ مركب كمالها. القرآن كنا وحكيم أسلوب كل لغة عربية بكويمي. لغة عربيتنا وحلو يقاني مركب ذا وحاسو بغير حساب ووح مركب آدي أضفر بطن. أي اللو يقاني. سداس أي اللو يقاني. ساسوي ذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم حكوا صارورتي. إن وحوي تتك الصابرين تأشر وين إني هليان. أنكوه الرأي. صبر كوح اللوقة بيصدح قيبوض الصبر على طاعة الله يا الصبر عن معاصي الله يا الصبر على الأقدار المؤلمة إن لقى صبر طاعة ذا إلهي يا عبادة ذا إلهي يا إن لقى صبر معاصي ذا إلهي يا إن لقى صبر مصائب كير لباتوينك يا قدر ذا وحن وتشنا يا إن لقى صبره يظن ونوع الصدح هذا صبرك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم حكو صارورتي آخر مركي أركان ضدك وحوي أهل العافية أها المصائب كي لباتوين كأين لك كل مترين أدوية ذا مركي تشوغين غالبا عافماتك يبنانت إسك غصقنا ضدك أهل البلاغة هاي لباتضة أصاحبك ثوابك وين يأجرك وين للصين أي مركي أركان أي وحي التمنيان وشعليستان مركي الدنيا ذا تشوغين شركو ذا لقوق قوين لها يعني برصيدة لقوق قوين لها أن أجسادهم تقرض بالمقاريض وحي سيدة التمنيان وشعليستان يعني. أبل مرين توين إلا الصين يددخي بلا يدي لباتضة أصاحبك هاي الصبري أرقى أركين دراديد ثوابك وين بيتمنية وشعلي السنة يعني أدو يدي مركي تشوغين المصائب يدباتوين بضن أي لكل ملحايين سيدا أي تمنية وشعلي السنة يعني وحكى له الله ينوشيغ يعني عمل الله ذكرى مركا اللي ينوشيغ أي ثوابك هو ذا وحالي ينوشيغ عدد لله من الله بيو من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها حسناتك كلاو حلينو شقاطيرو انت سوق رب الله ملابيا غاركو تضابغل مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء حلينو شقاي انت تضابغل غور الله ملابيا وحجيهات كلغو بحيو ساس حلينو شقاي مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة يعني وحوية تضوى حبة الصبولة ومدوى الببق والكوب صنايو وكلا أي حبة بضر كأي رشي يعني حبة بضر على البيري أما هرورة أما مركة راشين نظر نوعي ذا كلا قيت كيف صوبحي تضوى حبة الصبول بحيي الصبول كستابوح وكوب صنايا بقل يعني مركة حبة تضوى مركة بقل لقود فتيوة تضوى بقل مركا تضاب قالوا كان الله الله ملابيا تضاب قالوا قرب الله الله ملابيا مثلا والله يضعف لمن يشاء لكن صبر كمركي للشيخ محيلة هيري إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب حساب الآن بالله الله مسترا يعني حساب إذنك وقرني سمجده وحكرا إلهين والشيخ يخلاص خير الأمر عبادة إلهي إن الله لعابده وعبادة الله كريالة إن الله إن أمره تصبحك تسين سي اخلاص قصيد وين هي سي اخلاص كلي نوقع العلني اول كسردنا وكسارقنا سي اخلاص كلي نوقع العلني وحي كنت سينيسا يعني عظمه الاخلاص سي اخلاص وين هي كنت سينس قال نوقع العلني قل اني امرت ان اعبد الله مخلصا له الدين قل الله اعبد مخلصا له ديني بهدنا ينص صوتا مررنا وصارقنا اخلاصتي مركا وحويه يعني مركا سيد وين هي با لقا قادنا وحو كلو الهي نو شيغيا قالوا دي وحلقوا يريد فاعبدوا ما شئتم من دوني عابدوا واحد دونتان وإلهي كصهري وحلوا واحد دونتان عابدوا ما همركا وحوي واجبين لقوا واجبين أيها أما بنين لو بنين أيها ما يعني سيغضوا فاعبدوا هبلا يلاه دي وحلوا قد شهده تهديد يهان شباد بها لقوا قد اللو قمت شهده إباحة اللو قمت شهده بنين لو بنين أيها اللو قمت شهده عرفيا هانا ومدل يغان هو يدو مركا إلميه إذا كل هذا هاي مانتنا سيدادي مركا إيال سيدادي أي وجدا وهن شباب بيوشيدا ولله المثل الأعلى فاعبدوا ما شئتم من دوني تهديدنا توعضيني سقري نظر قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة واعتراضك هو خسارو بي وكو النفوه دي أهل كوذا وخساري ما لنت قيامي نفوه دي وحيكو خساريين دي النار أبدي ويكو واريان أي مركة قليين وقال لماذا يحمنت إلي مادين فالنار تاكو قلين مركة النفوه دي وخساريين والنار بأصابين أبدي اهل كودنا وخساريين او حور العينتي يقريه كنظر لوغو ابوري يحور العينتي ولغا دخليا يعني روح كاستو الهي ابوري قرينا كنظر اوغو ابوري قرينا نارتو اوغو ابوري هدو قالوا غرغي نارتو غليا غرغي كنظرنا ولغا دخليا او روح مؤمن اسكو قادنيا لبدي غري كيسيه كاسبه اسكو قادنيا
isagana waxa la oranayaa gurigii kale naarta aan ku lahaa, bedelkiisa waxaad u qaadanaysaa guriga jannada aan kaa dhaxlay ku bedelo. Marka waxa way labadii isagaa la isku siinaya. Marka in laga tilmaamayo ehelkoodii loogu abuuray jannada hadday jannada geli lahaayeen, in waxa weeye marka ay khasaareeyeen oo waa laga dhaxlay. Waxa kale lagu fasiray inay soo gelayso ehelkoodii adduunye laftooda, oo haddii marka waxa weeye dee ay gaalnimada iyagana u horseedeen oo ay marka naarta wada galeen, dee iyagana khasaaray u saabeen. Marka hadday mu'minaad ahaayeen ehelkaas adduunyo, ehelkay adduunyada ku lahaayeen iyo xaasaskoodii, hadday mu'minaad ahaayeen oo ay janno galaan, markaana rag kale loo guurinayaa, dee iyagii waa waayayaan. Marka waxay noqonayaan inay ka khasaaroobeen, way khasaareeyeen. ilaahay wuxuu inoo sheegayaa khasaaraha cadi inuu yahay kaas. Yacnii adduunyada marka xoolo yaroo la waayey oo laga kaban karo ayaa la yidhahdaa khasaara dhacay. Marka baa degay ama xoolahan baa khasaaroobay ama kan ama wax la mid a, waa wax marka laga kaban karo. Laakiin khasaaraha aan laga kaban karin ee rasmiga ahi wuxuu noqonayaa waa khasaaraha aakhira la khasaaroobay. alaa dalika huwa alkhusraanu lmubiin. ilaahay wuxuu inoo sheegayaa waxay naarta kula kulmayaan. waxaa u sugnaanaya tabaqyo naara oo xagga kore iyo xagga hooseba markaysa tabaqyo naareed ayaa marka waxa weeye ka ah. marka waxa weeye sida mu'miniintu tabaqyo janno ay u helayaan ba iyaguna tabaqyo naareed u helayaan. allah wuxuu yidhi qul, waxaad tidhaha yaa cibaadii addoommadaydiiow, alladiina kuwaasoo aamanuu rumeeyayow, alladiina waxaa laga sifaynayaa yaa cibaadii, ittaquu rabbakum, ittaquu ka baqa rabbakum rabbigiin ka baqa, lilladiina axsanuu kuwii samafalay waxa u sugnaaday, fii haadihi tan gudaheeda ku samafalay, axsanuu bay ku tacalluqdaa, addunyaa adduunyada ah, ismu ishaaraha la bayaaminaya, xasanatun wanaag, yacni xasanatun cadiima, xasana weyn, tan weyn waa litacdiim, xasanada weyn jannaadkii baa soo gelaya, raallihaanshi baa soo gelaya, annadaru ilaa waji illah baa soo gelaya, waxyaalaha wanaagga ay la kulmayaan oo dhan baa soo gelaya aakhiro. xasana aakhira ugu sugnaatay, waa xasana cadiima. wa ardu llaahi waasica, arlada ilaahay iyo dhulka ilaahay waasicatun waa mid ballaadhan. marka meel haddaad ilaahay ku caabudi kari weydo ama lagugu cidhiidhiyo meel kale oo aad ku caabudi karto u hijrood, innamaa yuwaffa asaabiruuna, waxaa loo oofinayaa kuwa sabraaya ayuun baa loo oofinayaa, loo dhammaystirayaa, ajrahum ajarkooda bikayri xisaab, xaal ajarkoodaasi multabisan bikayri xisaab, xisaab la'aan uu ku dheehan yahay, waxaa loo jeedaa bikayri xisaabin cinda alkhalqi, wa ilaa wax walba ilaahay waa u tirsan yihiin. yacni xisaaba u garanaysaan la'aanteedu aydan xisaabin karayn, wax fara badan baa marka ajar badan baa ilaahay siinaya. qul, waxaa taa innii aniga umirtu waa lay amray, an acbuda allaha, inaan allaha caabudaa lay amray, waxaan allaha caabudayaa mukhlisan, inaan allaha caabudaa lay amray, mukhlisan xaalan u saafiyeelaya an caabudo, oo u baraxtirayo lahu ilaahay, addiina cibaadada, xaalan cibaadada saa ugu saafiyeelayo oo isaga u baraxtirayo khaalis uga dhigaayo, inaan allaha caabudaa lay amray, bimacnaa allah bay amray. wa umirtu waxaa lay amray lian akuuna, ikhlaaska waxaa lay amray lian akuuna inaan noqdo daraaddiin, ama wa umirtu waxaa lay amray lian akuuna ay an akuuna inaan noqdaa lay amray awwala almuslimiin, muslimiinta kii ugu islaamnimo horreeyey, bimacnaa muslimiinta ummaddan kii ugu islaamnimo horreeyey inaan noqdo ayaa lay faray oo lay amray. waxaa loo jeedaa min haadihi lumma. marka awwaliyadu waa awwaliya nisbiya, ee awwaliya mutlaqa ah loogama jeedo, wa ilaa marka muslimiin badan baa nebiga ka horreysay calayhi salaatu wasalaam. qul, waxaa tidhaha innii anigu akhaafu waan baqayaa, in casaytu rabbii, haddaan caasiyo rabbigay oo khilaafo amarkiisa, waxaan ka baqayaa cadaaba yowmin, maalin cadaabkeed, maalintaas oo cadiimin, weyni badan, maalin weyn cadaabkeed baan ka baqayaa. waxaa loo jeedaa yowmul qiyaama, cadaabkeedaan ka baqayaa. qul, waxaad tidhaahdaa allaha acbudu, allahoo qudhaan caabudayaa, mukhlisan lahu diinii, waxaan allahoo keliya caabudayaa, mukhlisan xaalaan saafi yeelayo, barax tirayo, lahu ilaahay, diinii cibaadadeeda aan u saafi yeelayo, u barax tirayo. facbuduu caabuda maa shi'tum, waxaad doontaan, ay alladii shi'tumuuh, kaad doontaan caabuda, min duunih, xaal markaa kaasii kaa'ina min duunihi, ilaahay kayrkii xaaluu ahaaday, waxaad doontaan caabuda. waa tahdiid iyo hanjabaad wey. qul, waxaad tidhaahdaa ina alkhaasiriina, kuwa khasaaray, alladiina kuwii weeye khasiruu khasaareeyey, anfusahum nafahooda, wa ahliihim iyo ehelkooda khasaareeyey, yowma alqiyaamati maalinta qiyaamo khasaareeyey. khasaarahay khasaareeyeen waxay ku dhacday adduunyadii, oo xumaantay la yimaadeen iyo gaalnimaday la yimaadeen baa sababtay inay waxa weeye ka khasaaroobaan.
نفهودي اهل كودي بقى. لكن وحن مالين تقيامه هذا اللوغو قيدي خسارها سمارين تقيامه موقنيا ساسا مركا وحن يوم القيامة اللو يري يعني حوي خسران كيبا ظاهرة يوم موقنيا وإلا صابت خسران كو حيكون عضي في الدنيا الدنيا دو قده ألا ذلك هو يا كاسي أما براروغو كاسي هو الخسران وخسارة المبين بمعنى البين عدوي لهم من فوقهم ظلل لهم وحاوسق ناضي هو خاسرين تأه من فوقهم حال ظلل كالصوص صعدا من فوقهم حقو ذا سرعو كأهاضي كائنة من فوقهم حقو ذا سرعمت كأهاضي حال يهاتي ظلل دلالمو أما الدبقيو من النار النار أما النار تكمدا أحضر لن كرتا وكالي حرر بضر لن كرتا لكن هر وحان فيما واتي إلى هاي نوشا جاي إن وحوي هر وحان فعي إننا هاي انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب ومن تحتهم ظلل أي ولهم وحوصوا ناضي من تحتهم حال الظلل كالصوص عدا كائنة من تحتهم حق وده سوء كأهاضي ظلل يعني الضلالم أما الدبقي النارد وحق هوساء أي يغنى أصوا ناضي مركان من فوقهم وحي صفكا هاي الظلل ولقه هرمري نكرا صفتي هذه الهرمري حال بك النغطة من تحتهم نواساس الله وحي صفكا هاي الظلل ولقه هرمري حال بك النغنس ذلك يخوف الله به عباده ذلك كاس مذكور كالصوش يقول عذاب كاس يخوف الله إلى هاي وعب سجلين إياه به إساقه وحكو عب سجلين إياه عذاب كاس كاس لصوش يقول وحكو عب سجلين إياه مذكور كالصوش يقول اسم إشارة ونغن إياه به كاس لصوش يقول وحكو عب سجلين إياه عباده أدو مديس مركا ذا اسم إشاره ومبتده شو ملاذن بخبر نعضي رابطكنا وحو نغن إياه الضمير كون نغنية مركا الضمير كون نغنية ذادو نغنية كاسو نغنية كاسنا وحو كون عي عذاب كون عي يا عبادي الضمضة يديو فاتقون أنيق إغبقاء إلهي بس أيدي أطوائد كلا الله كويل يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم يعني عذاب بكدبوا لي حق كرع يا حق الدمضة كوه سيصمد والباء يسول بكدبوا لي لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش يعني وحوصوا ناضي فراش مركب حين يعني ناريد بأوصوا ناضي حق صرنا عذاب كدبوا لي أوصوا ناضي الله حيلي والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها والذين كوي اجتنبوا كدير راضي الطاغوت طاغوت كدير راضي أن يعبدوها وبدلوا اشتمال كبدلوا أن يعبدوها طاغوت كإني عابدان كدير راضي وأنابوا نقضي إلى الله حق إلهي النقضي ها لهم البشرى وحأصغناتي بشارة وين بأصغناتي فبشر عباد أبشارة أدوام ضيدا عبادي بي أهيد مركا كسر ذا كتسيني سيأدي إن لحتفي قرر ذا قاركود نواب إثباتيين الذين يستمعون القول أدوام ذا لبشارين يوكوي الذين كوي يستمعون القول أما أعني وحنوت شيء ذا الذين كوي يستمعون القول أما عباد كالغصف الذين فبشر عباد وبشارة الضمضي الذين كواسو الضمضي على صفين يستمعون دقيسنا يؤدك رارعنا القول أراهد دقيسنا ودق النوكسنا فيتبعون الراعية أحسنه كأغونا قبضا راعية هذا الكي مقليين كأغونا قبضا بالراعيان أولئك كواس الذين كوي وي هداهم الله الله أهنوني وأولئك كواس هم أولو الألباب وكو عقلية ونكسن صاحب كوي إلهي وحينو الشيقية كو طاغوت كين عابدان كرن إرادي حق إلهي نقول نقضي وبمعنى التوحيد كي عمل كي صالحة إيا التوبة دي انت بالليمي وحاوصوناتي بشاروين بأوصونات أحلوكو بشارين يا جنات وحاو بشارين إياه على ألسنة الرسل عربض الرسول هذا ولو بشارين وحاو بشارين ملائكة أيه بشارين إسا مرك النفط لقى قبنا أيه ويو بشارين مرك قبر قال لديه ويو بشارين مرك يوم القيامة لصوص صاره وهو بشارين أطوى الله يلي إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة مركا وحي الملائكة وابو شارينيس
تكرى عملك الصالح لي ما دان ولقو أمانه يلفتيد وحوي وبشاروي حتى ريوين كونك سنة لو أركيو تلك عاجل بشرى المؤمن وبشارة قفك مؤمنك وصدق دكتيوي أما أنت ونك سنة مركا لقو أمانه يعملك الصالح ونقل لي ما دين ونوع بشارة ونوع بشاروي هو لو بشارني وأيو الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وكو دغيسن يا قولك اي دغيسنيان وحي راعيان دبنك او وناك بدن علماء قار وحي الله القران كي دغيسنيان دبن القران كا كوغو سي وناكسن بي راعيان بمعنى منسوخ اي محكم كا محكم كي راعيان ومحكم كي وناك بدن حكم كي لنسخي من راعيان كان لو نسخي محكم كا بي راعيان محكم كي متشابهي محكم كي راعيان متشابهنا يعني هوية اسكمن راعيان محكم كي أعلنين علماء قاركود ويعممين أو وحي الهدين وحي قردن ودقيسان ايان هذا القرآن تهي هذا حديث تهيبا لأنك أقو وانا قبضن بي محكم كأه لقو عمل فلايو معنه سلقرن ايو بي مركا وحويا راعيان اعتقادا وعملا علماء قارن وابكسي عممين وحي الهدين وحلقات لما يهضر قردن انتي مقلان فوحي ونكسنا والراعيا وححن وكتقيان وححن مدقيسانيا وححن مدقيسانيا مركا بشارة أصبناتي ونك كواسي وكو إلهي حنوني أو هداية دا قلبي قود قليو وافتشي وحلوتش دا هداية التوفيق هداية دي بيانك أهيد هادا مركا وكريا اللوغة ماتشيدو هداية دي وافتشنت أهيد قلبي قود إن هداية دا لقليو لتمكيني أهيد بلوتشي دا الله وحيولي والذين كوي اجتنبوا كدراضي الطاغوت طاغوت كدراضي طاغوت كوا محي إمام مالك وحولي كل ما عبد من دون الله طاغوت وحكستو إلهي سكدي لعابده أيا لا إله طاغوت على مكر وحي إلهدين طاغوت وحل إله ذا وكل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو مطبوع أو مطاع والشي كستو الدونك وحدكي سكت الله بيور دافيه وأما مد العابد إياه أما مد الراعي إياه أما مد الأطيع إياه أيا وحل يا طاغوت وكان طاغوت كي كديرانيا كبدلوا أن يعبدوها وبدلوا اشتمال إن الطاغوت كعبودان بيكديرانيان محلو التذكيرين وهي الضمير كهال لو غديده حلو التانيثي علماء قاركود وحي الطاغوت يعني وحي النقطة مفرد يتجمع بين لبد ومد والباء معناها النقطة واخفشو حيلي الطاغوت شمعوي فوجه وجه لبد علماء قاركود وحي الطاغوت مفرد بها اهاتي لكن يذكر ويؤنث وانا للتذكيريا وصدي لبا لو لا دقما وانا للتانيثيا لبد مسألة الشيخنا لبد صاحب الحاشية وصول نقلنا مركا الطواغيت إن لغو جمعية واجرته لكن لفظي با واحد دعضة إن وحوية مر لغت الماما يسيديسة إن مركا إساقو سيغة مفرد آد مودو هدنا مركا معنى جمع إن لو استعماله أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء طفل ولا جمعية أطفال باليلة هدنا الطفل موضع وحل لغة جيدة جمع باللغة جيدة وهي الذين الوسفي الذين أي الوسفي مركا بعض أهل العلم وحيليهين سيلو تأنيث وصاص حيليهن وشمع أما وحيليهن مفرد بها هذه يذكر ويؤنث أن يعبدوها كبدلو إن الطاغوت كعابدان كدراضي وأنابوا النقضي إلى الله حق إلهي النقض أطوبت كانوا عمل صالح اللي من لهم البشرى يقوم بأسغنا ذي بشارة أي أسغنا تيوين بضن فبشر بشاري عباد أدو مدى إذا أبشاري عبادي بيهيد الذين هو صو يستمعون الضمادي على صفين يستمعون دقي سنية القول أراهد دقي سنية يعني وحي قيد دقي سنية أما قرآن قيد دقي سنية فيتبع وحي راعيا أحسنه كأقونا قبضا أي راعيا محكمات كان راعيا متشابهات كمن راعيا منسوخات كان راعي مايا أولئك كواسي الذين كوي وي هداهم الله الله نوري وقلبي قد هداية قري اللهم هدنا وأولئك كواسي هم أولو الألباب وكو عقلي ذو ونكسن الصاحب كوي أفمن حق عليه كلمة العذاب ممد كواجبي وكسق ناضي كركيس كلمة العذاب عذابك كلمة ديس أفأنت تنقذ أذق مياد مركا نبت قرنيس يعني كمن نجا حقدرا ميولمدها سيدي مدبت بادي أما كمن أمن منه سيدي مدكبت بادي ميولمدها لما مدها أفأنت تنقذ أذق مياد بد بادي نيس من في النار إذ النار تكسق مياد نار تكبت بادي نيس ما يكمن بد بادي نيس لكن الذين اتقوا ربهم هيا شكوا ربي وتكبقي لهم غرف وحأسوا ناضي غرف فوق يالبا أسوا ناضي تشنضا فوق يدا سو من فوقها غرف كركيدا أي كسوا قنطهي فوق يكرا أي كسوا قنطهي والطبقية دا طبقية كلا كسي سرية غرف كدنبالا سفينية
غرف كاسو مبنية لديسي غرف كاسو تجري وصفة لباد أي صبينيسو أما أي عيسو من تحتها وستيدا الأنهار ودردردو أي صبينيان أما أي قلقليان وعد الله أي وعد الله ذلك وعدا إلى هيكا وبلنقاد بلنقاد لا يخلف الله الميعاد إلى هاي مقو بيالو بلنقاد كمقو بيالو أما بلنك إلى هاي مباتشيو وصدو بلنقادو إلا بإلا وفريا إلى هاي وحينو الشيقية عدة كلمة عذابك كواجبي وعذابك أكركي سكسق ناضي وكو حق نقضي وعذابك أكركي سكسق ناضي أما كواجبي إنا نلمد أهين متكبد باذي عذابك إنا نلمد أهين وحفضلا كعذابك كبد باذا مركا فضلا ماذا ذو كبد باذن إيسا النبي محمد عليه الصلاة والسلام عد النار تا كسوغا ماذا النار تا كبد باذن إيسا وحلوت شيدا عد اللوقة الدري إن النار تا قل إيسو وقال لما كل ما نيسا ذو ماذا كبد باذن إيسا كسما تصار إيسا وهذا يقلب إيسا قرين إيسا شوابت وما يا ويعده إلى هاي وقال إن النار قل إيان إن النار تا كباغضا مدعي كرتو نبي قلنا صلى الله عليه وسلم دتك قلبي قودة مقلين كره إذا إذا أرنك سابسا إن هنون قفك قلبي سلقليو إلهي كلي أي أوده نبي عليه الصلاة والسلام شقدي سكما مدهتاس مدو أوده ينما إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء أدو ما هنوني ستكاتش علي ستين هذا هنوني سو هدو دتك هنونين كريو وقلبي قودة هداية قلين كره دو قلبي قودة هداية قلين كرايو دتك لما أن دتكودن قلبي قودة هداية قلين لها ويا لما أن تضحو لك على هداية كوي دتك وقودة واقار كودنا وحي نقصونها إنا كود انت قالمو سيدة أبو لهب إيو أبو طالب إيو تقالمو كود انت نبي قنا صلى الله عليه وسلم أوضو ملاحين قلبي قودة إنو هداية قلينيو أوضو ملاحين واتا أبو طالب كسو دكتي آية داس إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء سيداس أود دتك قاركود ورك أي لهدان أوليد وحي طالعنا إسا سلسلة النور كأي إيمان كأي قفك قلبك إسا قل إسا أي طالعنا إسا كي دونا أنه يتلالي كران أود بيوليهن كي دونا أنه يكتشري كران ورك عين كاسي دتك قاركود أي لهن ورباطي لوي حيليين روح مؤمن أي قلبك إسا هداية كصاري كران وهذي دونا نور كي كوين كران روح قالي هذي دونا أتلالي كران ومؤمن كدقي كران دارن كاسنا إلهي بالقارة إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء واتى النبي إلى هيكو إلى أفأنت تنقذ من في النار وحن اللوتش إذا وعد متيستي نار تأيني قلي سميات كبد بادين إسايو آد مركا قلبي قد هداية قرنيس ما قرين تدبال اللوتش إذا فعلا مركا قلان قالدو النار تانا نار تكمساري كرتدو أسو قرنيس عد قال لما كل ما تأي النبي صلى الله عليه وسلم للنار كبحن ماي لا بشفاعة ولا بغيرها عد قال لما كل ما تأي إلا بإلا النار تيكو وارس عد أهل الكبائر أو مسلمين شفاعة النار تلقى صارة وادعها ومركو هرب النار تين يكوارا أبد الآباد دلوا ما قدري أما شفاعة لقصارة من رحمة أرحم الراحمين به لقصارة وعزتي وجلالي لأخرجن من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة من إيمان سيدا حديثك الصحيح أبو الشيقية حديث القدس إلهي إلهي وحين الشيقية كوي مركو ينوصو الشيقي خساري يوحي لكو الميان ينارتا لقو عذاب ياسيدا يتهاي اللي ينو الشيقي أيو إلهي وحي ينو الشيقي يكوى متقين تياهي چنة ذي هليان يطبقية ذا چنة يهيستان وغرف يعني كلا سرية وقاركود بقاركا سريان طبقية آدو داديروي طبقية ذا دادير ما چنة ذا أي كسو غيين يعني غرف كاسنا آدي آد بي مركو داديريهين وحكسو الرأي حق أحاديثتا إن شاء الله يكسو نادين غرف والنبي صلى الله عليه وسلم إن أهل الجنة لا يتراءون الغرفة في الجنة كما تراءون كما تراءون الكوكب في السماء يعني أهل شنه فوق شنه ذا كسو قنبا يوحي واركيان سيدا حدك السماء ذا كسو قنبا واركتان وكالسين لم يذي واركيان رواية كالوحي الشقيس إن أهل الجنة لا يتراءون في الجنة أهل الغرف كما تراءون الكوكب الدري الغارب في الأفق الطالع في تفاضل أهل الدرجات يعني أهل شنو وحي أركيان كوا مركب فوقية ذا شنو ذا كسوغان سيدا حدق والورية أو وحوية مركب سيردعية يعني وحوية حدق مركب وحوية شهادة أما مركب وحوية شهادة مركب وحوية بريئة أما شهادة قلبيات كسيردعية روايات كقاركود وحي الشيقيان على سبيل الشكل في الأفق الشرقية أو الغربي يعني حق قرح ذو مركب وحوية كالصوب بحضو حدق كل برسن
وهلكا كافتيمايا سيدا او اركتان او كلي ايا فوقيده جنده ددكا كوسغان او اركي دونتان اما جيستا ماركا اي كدعايسو اما جيستا قرخدو كدعدو خيدي كوسغان هلكا كوليبرسان او ورورايا سيدا او اركيسان او كلي ايا فوقيده جنده ددكا كوسغان او اركي دونتان سلاميدا وحيدان يا رسول الله هو سي وحوي والنبييدا هو سيدا خيدي قاعيركو كلي فوقيده دلو اركيو ودعيت كلمه غاريسو مركز النبي صلى الله عليه وسلم بلى والذي نفسي بيدي وأقوام آمنوا بالله وصدقوا المرسلين يعني ها النبي هذا صاوى الله أركيا لكن ركلوا أمرك وحوي مؤمنين أو وحوي إلهينا الرمي رسول الله الرمي صديقين أو يقنا صار الله أركيا كرا عجزك أصل كيسو حكسو يا بخاري مسلم إمام أحمد وغيره نواسوريين مركز فوقية تشنض وسيكة لصريان كان مركز سيدة حدق الله أركيا يسونا مركز قارك لو حوصي أركيا سيدة حدقة يا قارب قارك كله وحيوسي أركيان سيدا حد جوك كله يعني الصمد كل برسن صاصو كله وسي أركيان الدرجات يعني آذو كلا صريوي درجات عالية والدرجات مركا آذية آذو كرية مركا قريها شنذو وحيو قد السيهين وحيالها مركا وحيو اللي تشعل يودن قار الذهب لقسمه يقار فضة لقسمه يقار ياقوت لقسمه يقار زبرجل لقسمه معدنه مركا وحي قالي قاها أي قريها لو قد السيه لو قسمينيا الله وحيلي أفمن حق عليه مميد كواجبي كركيس كلمة العذاب عذابت كلمة ديدو إن جهنم اللي قلنا يا أي كواجبتي كمن نجا منها ميو لمدي هاي سيدي ميت كبد بادي أما كمن أمن منه ميد عذابك كبد بادو كلم يو لمدي ما يلا مميدها أفأنت تنقذ أدوكم ياد بد بادين إيسا من في النار أي من استقر في النار كي النار تقصق ناضي أما نار تواجب سدي قال لما قصق ناضي ياد أدوك بد بادين إيسا نار تكما بد بادين إيسا الوشيدان لكن الذين اتقوا علماء قاركود وحي استدراك ما هو شيء للنفيه وكهريه هذا اللي قصوا الربيه اللي استدراك يا ماشا مطال علماء قاركود وحي لهذين وحي نقريسا اضراب من قصة إلى قصة يعني انتقال بفائدين هذا موضعا لكن الذين اتقوا كسو قرطاس كو إلهي كبقي ربهم ربي قوت كبقي لهم وحوصق ناضي غرف فوق يالبا أصق ناضي فوق يضاسو من فوقها غرف جملة نسفه وحيكتها غرف غرف كاسو من فوقها حق إذا الصراء أي كسقنات أي غرف فوق يكلا أي كسقناتين غرف كالضنباها دبالة سيسي فينيا غرف كاسو مبنية لدسي وصفة كواد غرف كاسو تجري أي أرديسو أما أي صبينيسو أما أي قلقوليسو وصفة اللعبات تجري غرف كاسو فوق يداسو أي صبينيسو أما أي عيسو أما أي قلقليسو وصف اللباد من تحتها هستيدا أي قلقليسو الأنهار دردردو أي صبينيان دردردو كوي بيها كوي عانها كوي ملبكا كوي خمرقا خمرقا كي قرمونايا الدوية دما وخمر الشنضاء ووناك سنوي يكي قرنكا هيا الدوية ديا اللي وكلم ماها وكدوين وعد الله أي وعد الله ذلك وعدا إلهي وبلنقاض يكاس بلنقاض لا يخلف الله الميعاد الى هي مقوب يلو بلنقاد كمقوب يلو وبلنك ما باجيو سدو بلنقادي ايا دحده كلمه العذاب وحلو تشيد لامل ان جهنم منك ومن من تبعك منهم اجمعين ايا لو تشيد الم ترى اي الم تعلم اكتهي الم ترى اي الم تعلم اكتهي ان الله انه الى هي انزل سودجي من السماء سماء انه كسودجي وحلو تشيد ضروره ما أنبيك سودتشي وفصله ينابيع فسلكه أوغلي به ينابيع إلى أوغلي في الأرض إلى هاسو في الأرض أرلدك السغن في الأرض وحلق سفين ينابيع ثم يخرج دون أصاب حنيه به سببت بيها أخصو صاري زرعا سرع أخصو صاري سرع سو مختلفا أوكل الدوين هي ألوانهم إذا بديس أي كل الدوين هي ثم يهيج إنت أدبدد وقلليا فتراه أحد أركيسا مصفرا حاله مركا عولادد أركيسا أو عقار كي وحيو دنبك بأين تقللي عولادي ثم يجعله حطاما انت أدبدد حكييليا إلهي حطاما بربر بكييليا أنا قرية اسكبر بريا أي كييليا إن في ذلك كاس وحكسغا لذكرى وانو لأولي الألباب كوا عقل يذو ونكسن الصاحب كا واني نيسا أما وانا ذا سو أصغن لأولي الألباب هو عقلي ذا ونكسن الصاحبك أصغن أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه
أفمن شرح الله مميدو إلهي بلاريي أفري صدره لابتيسة للإسلام إسلام لماذا أفري فهو يسوع على نور نور كسغن نور كاسو من ربه حق ربه كأهاضي كسغن يكرغن يهي كمن ليس كذلك يلمد يهي كمن ليس كذلك سيدي ميدان عين كاسو كلاهين يلمد يهي أما كمن قسى قلبه يلمد يهي سيدي ميد قلبه سقال لا يوكلا ما يلمدها فويل للقاسية قلوبهم فويل هلاق أما فويل عذاب للقاسية قوة يقللين ها أسقناده يعني وأسقين هاللوشي ذا قلوبهم قلوبهم قلبية ذا أي قللين من ذكر الله أي عن ذكر الله عن قبول ذكر الله حسك إلهي إني أقبلان أي كقللين وليل هذا من تو بمعنى عن أفن ولا قدر يا قبول وشي اللباد وإن ليل هذا قوة قلبية ذا قللين من ذكر الله أي من أجل ذكر الله حسك إلهي الدراد دي بقلبية ذو لقلالين وحيا هاي حسك إلهي من قلبية ذو كتش العان يقى قرآن كمركة لقو أخريو بقلبية ذو دي كفر بيكا قاضيان وبكسي قلاليان با أولئك كواسي في الضلال بادي بكسوينهم بادي دا الصوم مبين بمعنى بيين عد بكسوين بادي عد أي كسوين إلهي وحينو الشيقية أنه إلهي روب كينو أو عركة كسو الدتشيو السمان وحلوقت شيء ذا ضرورة هاللوقت شيء ذا مركز بيها وعيرها ككانوا مركز وحو جريا إلى أي جريا أما ما لها إله كصوب حيا مجريا أوردلك كم ذا وحنا مركز كصوص صار بيها سبب تيسة وكصوص صار بيها وعيرها ككاني سبب تذا وحكصوص صار سرع كل دون أنواع أنواع يذ بيها يكون بحين وميت كري بيا كري يهي أي هذا نمرك وحمي ذا بكر دون يردم كل دون ينوعيال كل دون أي نقنيا سرعية كلا دوان ما مركا لغو صارا كدب ومركا قلالا يان او حضر كيسا إساقيو عاولادي عقار كي إيو مركا وحي عنده كدوك السنية يوحي ورنب مشواك بحيان ونقونا يا عالين قلالا ونضادنيس كدبنا وحي نقونا يسابا يعني وحوية يعني مركا بربر بإسكا نقونيس حشيشكا إسكا بربر يوكالا أيو نقونا يا مركانا أرنكا وحا كسوغن عبرة أيا كسوغن مركا يلقو عبرة قاتويين مرك أرنجا سكر وحكوا أنا قاضنا يكوا عقلية ونكسن صاحبك عقلية ونكسن صاحبك مرك لرك أردن تيب إلى هيكون نولين يا ربك مرك صيد يا مرك وح صوب حيان مرك ودليل على البعث وحكرك السجن إلى قدرتي سيء عضيني سيء وديس لرك أمسك أبرتها أبو كل جيا مرك يسح ميد مرك وح زرع كصوب حي أنواع كل دون كصوب حي تكرب يكري الوصا صاري يسقى بماء واحد أنواع ذو كصوب حي سنة وكلام مذب وكلام درن وكلام محي وكلام دويه ما أنواع بدنه كلا دون دونس إلى هاي الدوني باكلا الددي ومد بالنوع كلكتي يعني ما هم مركا وحمد يعني كان سطي ضبي عدر نلقى يعمل هذا أي كسوجيهين يضبي عدر بيهم إذا كان صدين ما يضو مركا وح يسكون مال أي كبحيان ويسكون حلة أي بحيان وبيكري أي كبحيان بهذانا أنواع كلا دونيهين وكلام بيدبيهين وكلام منافعيهين مركا وح هو دليل على قدرة الله ألم ترى ما أكتهي أن الله إنه إلهي أنزل سودة شيء من السماء عركة كسودة شيء وحلوة شذا ضرورها ماء أنبيا كسودة شيء فسلكه أوقريي أي فأدخله ينابيع إلى أوقريي أما ميله إله كسو بحيا أوقريي وجمع ينبوع إلها صوف في الأرض أرلد كسوغان في الأرض وحلقة صفينيا ينابيع ثم يخرج إنت هذا بدو صوب حينيا به به ما يؤعري ما يهراء نصومره يخرج وصوب حين يبيه أي بسبب الماء وحقصوا عن إثبات السببية صابن إلى صغير لما أرن يخرج عنده عند الماء إلى هاي الصوص صار الزرعان إبيه بالي بعد نوع السببية مركب وحقصوا عن إثبات السببية يعني قريها الصابن ماذا ديدا يا أرن آية مصبب خوح ودعاء عند السبب لا به سبب تأكتي دعاء به سقاكم الدعوة فيهدو الردنيس إذن إلهي يكون عبد الله لكن بسببه هنا يتايب علينا الشيء يا عنده لم أرن به بري ثم يخرج إلهي وصوص كصوص ريوى الله صابت مصبب كان إلهي سقعي علي صابت صاب كي علي مصبب كان من صابت كان علينا يكي علي حدود دورنا أود إلهي كقاضي يا مركز صابت أين كان سني مصبب كي قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم مركز إذن إلهي وصابت مصبب كوك كان سني بإذن الله ثم يخرج أنت أدب وصوب حين يبه يخرج وصوب حين أي هو إلهي المخرج هو الله به أي بسبب الماء بها السبب تود قصو صاريا سجن صاب إلى كذا جاية زرعا سرع قصو صاريا زرع سو مختلفا وكل دوين ألوانهم إذا بديس ثم يهيج أنت أدب وقلر يا زرعي
فتره وحد أركيسا كاقي إيقا يو مصفرا حالو عاولادات أركيسا عاول نقضي واسم فاعل حمودين اسم مفعول مصفريرا بي أهيد حركتي قبل الآخر كوحي أقرصونتي لأجل إدغام أي أقرصونتي مدع عاولادي حالو يهي أيض أركيسا أما فتره وحد كو أغانيسا مصفرا إنو عاولادات كو أغانيسا أدر رؤيادة كاريكتو قلبية هذه بصريات كاريكتنا مصفرا ولا حالينية إن حال لقديقانا في عنا رؤية بصرية لقديقان ثم يجعله إنت الدبدذي الهيوح كييريا حطاما بربر بكييريا إن في ذلك لذكرى كاسوحا كسوغان وانا كسوغان لأولي الألباب كو عقلية وناكسن الصاحبك واني ليسا أما وانا داسو لأولي الألباب كو عقلية وناكسن الصاحبك أصغناطي الكاينو قدشوغو والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك أتوب إليك.